الاخوان اللي تيخليو البراكه كما هي وفيها هذوك الزويجات هكاك شي ماشي، راه ما تتعرف اشنو الناتج اللي غادي يكون عندك في هذوك الفريخات. الفريخات ديال مصر يحطوا عليهم بزاف تاع الراتي، هما اللي تيكون فيهم الجهد ديال الحمام. تتحس الحميمات بحال هنايا يعني عندي هاد البراكه هادي فيها هاد الكره، انت شوف داكشي قليل الكره اللي عزلتهم اللي عندهم مستوى رائع في العام كامل. انني تنقلب واحد الخليط ما صدقش، راه كما شتي ها الطاجين ها الشوايه ما كاينش بيه. هذا هو تنسميه باز شالو خالو كاجول. دائما كما تنحت الاخوان هو في الوقيته ديال الملاقيه، هما دائما يخدموا على المسيجنات. المسيجنات راه تيعطيو دائما اشنو كاين في الجويجه. الاخوان اللي تيخليو البراكه كما هي وفيها هذوك الزويجات هكاك شي ماشي، راه ما تتعرف اشنو الناتج اللي غادي يكون عندك في هذوك الفريخات. يعني حتى المستوى تيبقى دائما مجهول، ونهار تخدم بالمسيجنات راه دائما تتعرف اشنو هذيك الزويجه اشنو عطاتك. ودائما كما تقولوا الاخوان راه ديما في الوقيته ديال يفرقوا الحميمات ويعتنوا بهم، خصوصا في الفتره ديال الصيف من ناحيه العشيبات ومن ناحيه الماء ومن ناحيه النظافه. النظافه ضروريه. وبالنسبه للفريخات يكون الفريخات ديال مصر يحطوا عليهم بزاف تاع الراتي، هما اللي تيكون فيهم الجهد ديال الحمام. ومن غيره راه تيبقى تتحس الحميمات بحال هنايا عندي هاد البراكه هادي فيها هاد الكره، انت شوف داكشي قليل الكره اللي عزلتهم اللي عندهم مستوى رائع في العام كامل، ما عدا واحد ربعه الكره اللي كبار هادوك دائما تنعتمد عليهم. بالنسبه لهنايا كاينه براكه خاصه ديال الاناث، هنايا ديك خاصه ديال الاناث، ها نفس العدد تقريبا نفس العدد. ما تنحاولش نزيد شي حاجه ما اكثر، لحقاش دابا تنخدم على بزاف الخدمات. هو انني تنقلب واحد الخليط ما صدقش، راه كما شتي ها الطاجين ها الشوايه ما كاينش بيه. الطاجين الشوايه كل هذاك الشيء ما خصوش يخرج، هاد الشيء ديال البورو وهاد الناس اللي تيبيعوا اللي تيمشيو للسوق. السوق راه ما فيه حمام وما بقاش فيه لحم، قولوا على يقين. شي نقصد واحد الكساب، ومن هنا واحد النقطه غادي نذكرها ونشوف اللي بغيت تعاون معايا، واحد ولو بثمن رمزي ولو بثمن قليل. وراه الفعل راه ماشي هو هذاك الثمن الغالي وماشي هو هذاك الثمن الخيالي، لحقاش انا الا سخر لي الله واحد الحميمات وكانوا عندي واحد جوج اصدقاء، راه اولا هذوك جوج اصدقاء بدون ثمن، لحقاش انا غدا ولا بعد غدا الا وقع شي مرض عندي ولا شي حاجه راه غادي نلتجا لهذوك الاخوان بجوج، غادي نقول لهم هبتي انا راه مرضي الحمام عطيني سميت. ودائما هكا تزيدوا القدامه ما تسمعوا الاثمنه الخياليه وتيكون دائما وقع الشك بين الاخوان، وتيخلي دائما واحد النزاعات وواحد الكلام اللي هو سيء بيناتهم، والعلاقه تتشنج بزاف الامور. باش بنادم كاع ما يفتح هذا الباب هذا يحافظ على المستوى ديالو ويقصد بعض الاخوان اللي يكونوا شي تمر رمزي لا غير. قولوا على هنايا اخويا اسماعيل انت هنايا، هذه الملاقيه ديالي اللي نجحت تقريبا ربع سنين هذه، وراه فيها فريخات في المستوى ما عرفتش الاضاءه واش مزيانه. المهم هادو هما الفريخات، هادو اجتهاد ديالي انا. اللهم بارك الله يسر فريخاتها. وخاص تنافك شي فريق عفاك؟ ايه مثلا هنا دابا في زعما تتشدهم؟ ما تلقيتهم لا. الحمد لله كاينه واحد الحميمه هنا هادي غاليه غاليه في كلشي الحمد لله.
ودير واحد الحساب كتير تقريبا في عمرها غادي تكون تقريبا شي 17 عام. بارك الله، اللهم بارك. الله يبارك. ها هي هاد المزيعيه هادي شتها؟ اللهم بارك، تبارك الله، الله يستر فيهم. درتي لها التقيير بعد اللي كيجي معاها. وهذاك هادو تنسميهم باز شلوخان وكاجون. هاد السميات تيكونوا تيجي شي حاجه اللي هي عزيزه عليك. تبارك الله، راه كان كارينا كابور اللي كانت هي كانت كاجون، كان كارينا كابور وشلوخان وميتاباسان. حنا ولاد السعاده، حنا ولاد السعاده، مشي تعرف قبلنا مع السينما والهيت ديالها وهذاك الشيء. هذاك الشيء هادو شي حميمات طاحوا عندي، راه ما تنخليهمش يبقاو مع الحميمات. الله يعطيك الصحه. هما اللي ديالو شي حاجه، هما في القفيز معزولين. المهم شوف الاخوان تا هما اللي بان لهم شي حاجه. كان مرات سيرفيلا رماديه، ما عرفتش هاد من هذا اللي فيها هاد التربيلات. هادي الطاكله فريزي، هذاك كانت عندي هذيك فريخ بديري. اين مدة هذه؟ شحال اخويا؟ كل واحد تقريبا. هذا الطاكله هي القديمه تقريبا جايه لشي 3 سيمانات. هنايا هذو الفريخات اللي حتى هما كاينين واحد الخليات من الحميمات اللي يلاه جبتهم في هذه الاواخر هذو. الله يسر فيهم. المعلومه هذه اللي كانت طاحت عندك. اييه سبب كاع ما تعرفنا. اييه سبحان الله العظيم، كان سبب المعرفه. واخا انا كنت متابعك في اليوتيوب. الحمد لله. كاين شي حاجات الفوياج، واحد جوج ديال الفوياج ديال بقات مع تنقلب وبقى واحد جوج فريخات. هادشي اللي كاين الاخوان. هادو تيطيرو ولكن يلاه في المتابعه دابا، ماشي بحال هادوك اللي لهيه. هادوك اللي لهيه هذاك خلص ديالي، وهادو شنافر جبتهم، ولكن في المتابعه تنشوف شنو غادي يعطيو ان شاء الله المستوى ديالهم. نوريك واحد الفريخه حتى هي عزيزه عليا. هي واخا غزال، الله يسر فيها، بارك الله فيك. الحمام تا من هاد الشي ديالي شتي في الفيديو اللي الحمام اللي تيطلع بحال لا خايف تيطلع. هما اللي تيرتينا داك النهار. اللهم بارك، تبارك الله. تبارك الله، تبارك الله، غزالين. وكان الريحه داك النهار. الحمام هذا من علامات المخصصين للحمام انه تطيرو تيكون بحال لا خايف الحمام، بحال شايف الباز. راه الشواطه راه ماشي هي الحمام، الجنح هو الحمام. الجنح هو الحمام، الحمام اللي تيخدم بجنحو عرفها دائما فيه الخير، واللي تيبقى فوق الراس والعلو. هذا هو البريم اللي خصو يديرو الكساب في الدار عنده، والفراشات تتبقى تبدا من الدار. ونهار تقتنع بانك عندك حميمات زوينين، تيلا خرجتي مع الاخوان وفرجتيهم في المطلق تعطي واحد المستوى زوين تيشرف. نعم. اما بعض الاخوان اللي جايين هكا هكا راه ما تيراه تتمشي بعض المرات لشي متعلق، راه تضيع الوقت وصافي. والزقاوة وشارك مع الإخوان صحابك المتيلقات، وشارك مع الإخوان الحميمات الاحتكاك، ودائما تتصنت الرأي ديالك والرأي الآخر، وتتشوف شنو المستوى أنت فيه، ماشي تتلحق وتتخرج للمطلق. المستوى خصنا نرقاو به، هذا هو المهم. لحقاش مع تتمشيو في شي حوايج تي علاش الناس تي علاش دابا كاين بعض الكسابة اللي هما كبار شي شوية تي عزلوا نفسهم ريوسهم وما بقاوش تيمشيو كاع للمتاع. كاين سبب هذيك. لحقاش كاين بعض المسائل تتشوفهم اللي تضيعي الوقت في هذاك الحمام اللي تتمشي شي حاجه تكات لها الجي شي حاجه هكا شي سميتو. يعني الا بغيت نخرج بواحد المستوى رائع ولا نجلس هو نخدم العام كامل ونشوف السلاله مزيانه من الاول. الزكاوه هي الخدمه ديال ونخدم، ماشي نتهاون على الحمام وفي الاخر ندير الزكاوه ونمشي بنشا. الزكاوه هي الخدمه ديال الحمام اخويا. بالتوفيق لكل واحد تيسار كيرا يخدم عام كامل، تتبدا من البداله وغادي الامور. دائما الحمد لله دابا مع هادشي ديال اليوتيوب راه الاخوان راه كاين واحد التوعيه وكاين بزاف الامور اللي وصلوا لها الشباب. خاصنا الا بغينا نخرجوا للمطلق نخرجوا بواحد المستوى اللي هو رائع. هذا هو لا دروك ديالنا حنايا. أربعة كاين الفريخات في الفريخات،
وهنا يرفعوا لهذا وهنا يرفعوا لهذا. نعم. وتما تدير هذاك الشيء اللي بيتخدم عليه عاوتاني. ديما تيست. الله يعطيك الصحة. وهنا لا سيليكسيون. نعم. لا سيليكسيون هذه ديال الحميمات اللي هما مزيانة. هذه باش راه الباز راه تي راه عينا ما نتكلموا لأنه الباز ما تيخليش لك حميمات في المستوى. أشنو تدير؟ تتحاول تعزل هذوك الحميمات اللي في المستوى اللي عندك ودائما تكون عندك النتيجة. يعني المقص لا تفقص. هاد الكرة اللي هما مخيرين، الحميمات اللي هما مخيرين ودائما تكون عندك النتيجة. ولا تمشي تيمشيو غير الفريقات. يعني ما عندكش المشكل. العام تيكون عندك واحد النتيجة ديال 20 ولا 30 فرد ديال الفريقات. إلا بقاو لك واحد خمسة ولا ستة راه تخدم بهم البروجيكسيون العام الجاي. الخير والبركة. وغادي نشوفوا شي فرد يعافك؟ أييه. حتى لاش درت هكا حيت بعض الناس قال لك اخويا تتمشي تدير زياره وما تتبين لنا لا وجهك لا كذا لا مع الناس. اي اخويا اسمع لا كبير هذا اساسي من الاخ هشام من طمنصور. من طمنصور مع الاذان الخوت غادي نقطعو حتى يدوز الاذان. اللهم بارك بيسر فيه. ايه تزرويلة بالقرفي على قول الله.